حلوه يا حلوين، يلا برزونا برزونا حلوه يا حلوين. حرام عليك، نزلت لي كل البردوره. واقف 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 على مهلك. واقف واقف عمي، شو بها هالبنت؟ شو بدها؟ واقف 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 واقف. هي شو بها هيدي؟ شو بها؟ وقفت. مش حرام عليك، نزلت لي كل البردوره تبعي. ايه وشو فيها يعني؟ شو صار هلا؟ لتقوم هالبضاعة جايبتيها من الشقين او مش محل ما كلها بضاعة معفنة، بندورة معفنة. لا يا عمو، بضاعتي مش معفنة، هذا مصدر رزقي. انت بتعرفي انه هيدي البضاعة تبعي كلها المعفنة؟ انا ما بشتريها ب 500 ليرة لبناني. لا يا عمو، هاي بضاعة انت دعست عليها، انا عايش منها انا واخواتي. لا يا عمو، روحي فلي من هون وما عاد تفرجيني صورة وجهي. طيب يا عمو، اعطيني حق البضاعة اللي دعست لي اياها. حق شو يا عمري؟ يلا شيلي ايدك عن السيارة وبعدي عنها وما عادش تفرجيني صورة وجهي. روحي يا عمو، الله يقطع برزقك مثل ما قطعت برزقي. مش مسمحيه تكرني ولا اخر. يا عمو، الله يقطع برزقك مثل ما قطعت برزقي. مش مسمحيه تكرني ولا اخر. زلة عندي شوال. مرحبا يا مدير. زلة عندي شوال. هات مفتاح السيارة. مفتاح السيارة؟ هات مفتاح السيارة. تفضل يا مدير. يلا، أنت مرفوض من الشغل. ليه؟ شو عملت أنا؟ أنا كنت منيح وشغلي كتير حلو. بصراحة أنت شغلك منه عاجبني. أنت منك مناسب لهالشغلة أبدا. عم تمزح معي ولا شو يا ريس؟ أنا شايف إنه شغلي كتير منيح وهيك أنت حتقطع رزقي. أمزح معك؟ ليش من أمتى أنا بمزح مع الموظفين تبعي؟ أنا بصراحة شغلك منه عاجبني وما بقى بدي اياك بالشغل، وانا جبت حدا تاني وبدي سلم الشغل تبعك. بس يا ريس، انا ما عملت شيء غلط بالشغل، انا كنت عم بشتغل على الطريق المستقيم. قلت لك شغلك منه عجبني وانا كلمتي ما بغيرها. يلا خذ اغراضك والله معك. عماد، تعال تعال شوي. نعم يا مدير. انت اول يوم لك بالشغل، بدي اياك تشوف شغلك منيح وتبيض لي وجهي. ها، ما تخاف. هدي امسك هاي السياره، افتح السياره، تاخذ السياره بتغسلها بتصفها بالكراج وبتطلع على مكتبه. بدي اياك تبيض لي وجهي وارفع راسي فيك، اوكي؟ حاضر. يلا. ليه يا ربي هيك صار؟ ليش حطوني من الشغل؟ شو عم بيصير معي انا؟ تفضل. مين انت؟ انا المحامية، بعتتني المحكمة لعندك، بيتك انحجز. حجز؟ مين قدم المحضر فيه؟ هيك ما بعرف، كل اللي بعرفه انه عندك بس يومين لحتى تخلي بيتك. طيب ما علي تقولي للاشخاص اللي قدموا المحضر يعطوني شوية وقت، اكتر من يومين بليز. هيك ما بعرف، بدك تسأل المحكمة اذا بتقدر تعطيك اكتر من يومين، بس انا اللي بعرفه انه بس معك يومين. روحي يا عمو، انا يقطع برزقك من بعضك برزقي. مش تسمحيلي تكرني ولا اخر. كله من ورا هيدي البنت ادعت عليّ.